تعالى اتفضل. انت غريب. طب بس بلغ الناس ان معاك حد. افتول. ايوه. شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه. عادي يا اخويا متعوده. تعال. تعالى تعالى. عطوه. اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا ست الكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه. اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت في صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك. عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنه واكتر المخبرين وامناء الشرطه كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقه. ده لحد قبل ما امشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيره بتسال عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وانت جاي؟ يا ستي ما عطوا قال لي ان انا اتحكم عليا بالاعدام غيابي، فقلت اجيبه عشان احلي بقه بلقمه. نور عطوا. الله يبارك لك يا معلم راشد. مستر راشد. مستر راشد. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحلي بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا استفتون. لا راشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام. هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا استفتون انا وانا نازل من بيتنا سبت للوليه 20 جنيه. ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع بولاق وجبت. انت هتلوك تاني؟ يعني السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكوا وانبسطت ان انا شفتكوا يعني. ايه يا فتون الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا اه مش عايز والله. يا مش غريب ازاي؟ زي ما انت قاعد ده كل لقمه. راشد فين الدبلس؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخوي؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه، وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثة ازاي قدام السكيورتي؟ ولا الكلمتين اللي قالهم على عسلية لحسوا دماغك وعموا عنيك؟ عسلية طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزة اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمت عسلية بسخمار. الله مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ عامل لي كمان اللي مش عايزين نخلص عليه. اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. خدي. كم دول؟ خمسة. حاسب. خليك هنا اوعى تتحرك. طيب.